في صوره كانت منتشره على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا وعن اب كتب وهو بيحضن بنته وبيقول اخيرا شفت بنتي بعد 6 سنوات. الاب ده هيكون موجود ان شاء الله النهارده معانا في حلقتنا فهو وهن استاذ محمد مصطفى. هنعرف منه ايه القصه او ايه الحكايه او الحكايه ايه زي ما بنقول، وهنعرف هو ليه ما بشافش بنته بقالها 6 سنين، يعني من هم وهي تقريبا يعني وهي مامتها حامل في 3 شهور. هنعرف ايه القصه وهنحاول نتواصل كمان مع اهل الزوج. انتوا رايكم ايه؟ قصه صعبه جدا، وغياب الاب والام بيأثر بشكل سلبي جدا على الاولاد. فيعني بتمنى من كل الازواج ان هم ما ياذوش الاولاد، يا اما ما كانوش يخلفوا يا اما المفروض يعاشروا بعض اكتر من الكام شهر اللي قبل ما يخلفوا دول، لان دي اخطر حاجه في العالم، لانه حرام ده روح وهيفضل متعذب وهيفضل عنده بقع نفسيه مش عارف يتخلص منها طول عمره. يعني هلا بغض النظر عن القوانين، اكيد في قوانين معينه لازم يلتزموا فيها الطرفين، بس انا بحكي طب اوكي حطوا القوانين على جنب، العشره اللي بينكم ايوه يعني عشان هالطفل او الطفله الموجوده بيناتكم يعني بيقدروا يوصلوا اذا بدهم وبدون تدخل اي اطراف سواء كان من جانبه او من جانبها. اكيد انا متاكده انهم رح يوصلوا لنقطه معينه ينصفوا فيها اولادهم وينصفوا حالهم. بصي يا رند، انا دايما بشوف في المواقف دي ان اللي عنده هو زي ما بنقول هو البطل في الموضوع. صح. ده بمعنى ايه؟ ان الام بتضغط على الاب ان انا مش هوريك البنت، فالاب بيروح يقول لها ايه طب انا كمان مش هصرف بنت اول، مش بتكلم على الكيس اللي معانا او الحاله اللي معانا النهارده، لا انا بتكلم في المطلق. فالاثنين بيستخدموا الأطفال طرف للضغط. ليه يا جماعه؟ صح. يعني انتوا خلاص ما فيش نصيب ما بينكم، انتوا الاثنين اتطلقتوا خلاص، انت ربنا يكرمك وهو ربنا يكرمه، لكن الشخص الضعيف انا دايما اشوف ان الاطفال دي هي الطرف الضعيف. ارجوكم بلاش ان انتوا تضغط، يعني كفايه ان هم امهم وابوهم منفصلين، ما تجوش انتوا كمان، ما يبقاش انتوا والزمن كمان عليهم.